كثير بنسمع بكلمه الاثراء غير المشروع. شو يعني الاثراء غير المشروع؟ هو كل زياده كبيره بثروه مسؤول من رئيس لقاضي لوزير لنائب مهما كان ولا يستطيع تبرير سبب هذه الزياده بثروته. هذا هو الاثراء غير المشروع. التعديلات يلي اقرها مجلس النواب اللبناني ستسمح بتفعيل هذا الموضوع في لبنان. اولا لناحيه التصريح، كيف بتصرح بثروتك؟ من زمان بالقانون القديم التصريح كان بينحط بمغلف وبيتسكر وما حدا بيقدر يطلع عليه. اليوم التعديلات رح تسمح انه هيدي التصريح في آلية لمراقبتها والتأكد من صحتها وسلامتها. من ناحية تانية الطريقة اللي كان موصوف فيها بالقانون القديم جرم الإثراء غير المشروع كان بيصعب عملية الإثبات والملاحقة، كان في عدة عقبات تمنع هذه الملاحقة، بدليل ما كان في أي ملاحقة فعالة من وقت ما هالقانون انحط بالخمسينات. اليوم التعديلات جعلت هذه الجريمة أو الوصف لهذه الجريمة متطابق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأزال مجموعة كبيرة من العقبات يلي كانت بالسابق موجودة ورح يسمح اليوم بملاحقة حتى الوزراء بهذه الجريمة. هذا الإصلاح هو نتيجة عمل تراكمي شارك فيه نواب وممثلين على المجتمع المدني وخبراء بدعم من الأمم المتحدة، واليوم هذا الإصلاح هو جزء من سلة إصلاحات تانية عم ينشغل عليها، بعضها تم تحقيقها ولكن في جزء كبير منها بعده العمل مستمر. ومن أهم الإصلاحات التي المنتظرة هو موضوع قانون استقلال القضاء وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.